رجعنا سريعا ونروح مع بعض دلوقتي لفقره الفوتنج بتاعتنا النهارده مع الجنوب افريقي باكاماني لاعب النادي الاهلي واللي انضم للفريق خلال فتره الانتقالات الصيفيه الاخيره من نادي بادفست مقابل $1,300,000 بناء طبعا على رغبه حسام البدر المدير الفني للنادي الاهلي. باكا شارك مع النادي الاهلي في 7 لقاءات صنع خلالهم هدفين ما سجلش اي اهداف، وبرغم ان باكا ظهر بمستوى مميز خلال مشاركاته القليله جدا مع النادي الاهلي لكن خرج من حسابات حسام البدر في الفتره الاخيره أصبح بعيد تماما عن المشاركة في المباريات، وكمان تم استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية. بعض الجماهير بتؤيد قرار استبعاده من المباريات ومن قائمة الفريق الأفريقية، خصوصا طبعا ان النادي الأهلي عنده مجموعة مميزة من اللعيبة اللي بتلعب في نفس مركز باكاماني زي وليد سليمان، جونيور أجايي، ميدو جابر، أحمد حمودي، وشايفين ان هم يستحقوا المشاركة في المباريات، خصوصا طبعا ان اللاعب ظهر بمستوى متوسط من وجهة نظرهم وما نجحش ان هو يحجز مكان في التشكيل الأساسي بعد طبعا الفرص اللي حصل عليها واللي احنا كنا بنقول عليهم 7 مباريات. كمان شايفين انه اقل لاعب اجنبي في صفوف النادي الاهلي من المستوى، وانه في حاله التعاقد مع لاعب اجنبي تاني لاعب اجنبي سوبر هيكون على حسابه، وبالتالي قرار استبعاده من القائمه الافريقيه قرار صحيح من وجهه نظرهم. لكن في جماهير بقى تانية شايفين ان القرار ده قرار خاطئ، قرار استبعاده من المباريات ومن القائمه الافريقيه، وشايفين ان اللاعب ده لاعب مميز جدا ولسه سنه صغير وهيفيد الفريق في المستقبل، خصوصا طبعا ان مده عقده مع النادي الاهلي 4 سنين. كمان باكاماني لاعب دولي وبينضم دايما لصفوف منتخب جنوب افريقيا، ده غير ان هو هيعوض رحيل احمد الشيخ ومؤمن زكريا بعد احترافهم في الدوري السعودي. كمان برضو الجماهير دي شايفه ان النادي الاهلي دفع مبلغ كبير جدا عشان يتعاقد مع اللاعب، ولازم ان هو يستفيد من خدماته في المرحله اللي جايه، خصوصا ان النادي الاهلي مش هيعوض قيمه التعاقد مع اللاعب الا من خلال مشاركته في المباريات وتسويقه بشكل كويس. احنا في برنامجنا عملنا تصويت على صفحتنا دي ام سي سبورتس تي في على تويتر، سألنا وقلنا هل تؤيد قرار حسام البدري باستبعاد باكاماني من القائمة الأفريقية وعدم مشاركته في المباريات في الفترة الأخيرة؟ كانت النتيجة زي ما واضح قدامكم، 44% كانوا شايفين أن قرار استبعاد باكاماني من القائمة الأفريقية قرار صحيح ومن المباريات في الفترة الأخيرة، وكمان نسبة 56% كانوا ضد القرار ده باستبعاد باكاماني من المباريات ومن القائمة الأفريقية. ده رأي الجمهور على السوشيال ميديا، تعالوا نشوف رأي الجمهور في الشارع ونرجع نكمل معاكم مرة تانية. لا ازاي، هو احنا دافعين فيه فلوس وبيقولوا ان هو لعيب كويس وكده. كابتن حسام البدري ماشي بخطى ثابته اليومين دول مع الاهلي، وهو شايف الفرقه كويس من احسن من اي حد، وهو بيتعرض لهجوم كبير ما اعرفش ليه الفتره الاخيره، رغم ان هو محقق انجازات ما حدش في الكره المصريه عاملها في الفتره الاخيره. احنا في الاهلي تعودنا ان اداره الاهلي اضرب مصلحه الاهلي، واحنا ما بنحاسبش بالقطعه ولا بنحاسب بالافراد. الاهلي فريق متكامل، احسن كوره في افريقيا وفي مصر، ما حدش بيتدخل في عمل المدير الفني. انا مش معايد الاستبعاد، لان الاستبعاد يخسر النادي الاهلي فلوس. انا دلوقتي بدفع اللاعب ده بياخد في الشهر كام وفي الاسبوع كام؟ هل الفلوس كتيره في النادي الاهلي يجيب لعيبه ويركنها؟ هنرجع زي زمان لما جاب محمد عبد الله وركنه وجاب لعيبه كتير وركنها على الدكه، طب انت جايبها ليه من الاساس؟ احنا مع المدير الفني في اي قرار فني، لان هو يعني المسؤول، وبعد كده بيفهم احسن مننا كلنا. ايده طبعا، لان حسام البدري هو ادرى بالفريق وهو عارف ظروف الفريق ايه وعارف المناخ اللي هو محتاجه ايه للفريق. لا ما امشيش معاه في الكلام اللي هو بيقوله ده. هو باكا لعيب صغير ولسه يعني عايزين نديله ونديله مباريات بره، بعد كده نستبعده ماشي من البطوله الافريقيه، لكن نديله في الدوري وفي الكاس. وبينضم لنا عبر الهاتف استاذ محمد عراقي الناقد الرياضي في اليوم السابع. مساء الخير على حضرتك. مساء الفل يا شايله ومساء الفل على كل منورنا في تايم اوت. في البداية كده احنا كنا النهاردة بنتكلم عن باكاماني واستبعاده من القائمة الأفريقية، برغم ان هو لاعب شارك في 7 مباريات وكان مأدي أداء كويس فيها، استبعاده بقى من القائمة الأفريقية بناء طبعا على رؤية الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، ومن آخر مباريات طبعا أو المباريات الأخيرة في الفترة الأخيرة للنادي الأهلي في الدوري الممتاز، رأيك إيه فيها؟ طبعا هو استبعاد باكاماني يعني كان ليه مقدمات، بس قبل الاستبعاد الجهاز الفني يعني اتخذ قرار ان هو عايز صانع العاب اجنبي. انت عارفه طبعا يا شايما ان عبد الله السعيد لحد النهارده مجتهد ان هو فعلا ممكن يكمل الست شهور دول وما يمشيش، بس في اخر السنه ممكن
ما يبقاش موجود في الاهلي. صحيح. فالاهلي حابب ان هو يعد بديل لعبد الله السعيد في الدوري العناصر قليله شويه وصالح جمعه مش مساعد نفسه برده في الاهلي، فالجهاز حابب يجيب لعيب جاهز يكون اجنبي لكل لعيب قوي يقدر يساعد الفريق الفتره الجايه ويجهزه من دلوقتي. فكان في تفكير في الاول ان يبقى في تم التعاقد مع صانع العاب اجنبي، فطبعا معنى ان يكون في صانع العاب اجنبي ان لازم يتم الاسترماء عن حد من اللعيبه المتواجده. صحيح صحيح. طبعا وليد ازارو في تمسك بيه، اضاي في تمسك بيه، معلول في تمسك كبير بيه جدا، فما بقاش في الا باكا اللي هو ما بياخدش برده بالشكل المطلوب او هو ما فرضش نفسه بشكل اساسي على الفريق الفتره الاخيره. فخلاص تم اتخاذ قرار ان هو باكا هيرحل وهيجي مكانه لعيب صانع العاب اجنبي. المفاجاه بقى في مفاجئتين بقى في الموضوع. المفاجاه الاولانيه ان ما قدرش يتعاقد مع مدافع محلي خصوصا ياسر ابراهيم واحمد ثاني. تم يعني خلوا يبقى في اولويه دلوقتي ان يتم التعاقد مع مدافع اجنبي. فتم الكلام مع رضا المغربي في بنون بنون وتم الحديث فعلا وكان في مفاوضات كبيره معاه. بس الجهاز الفني اكتشف بقى المفاجاه الثانيه اللي لسه اقول لك عليها ان باقة يعني الاهلي لا يجوز ان هو يعيره لاي نادي. صحيح. باقة السنه دي مسجل في ناديين. بيتفست الجنوب افريقي والنادي الاهلي، فما فيش حل غير ان هو يرجع تاني لبيتفست الجنوب افريقي. مظبوط. هو بيتفست اساسا قبل ما يبيعه للاهلي كان لسه في خلاف على المقابل وكده. المفروض اي لعيب بيتباع بيتم بيعه من غير ما يتم قيده في القايمه. صحيح. يعني النهارده لو انا اهلي مثلا ببيع لعيب اخر السنه مش هأيده في القايمه. صحيح. على طول المفروض. فهو طبعا باقة اتأيد في قايمه بيتفست قبل ما يجي. ودخل قايمه ماتشين ثلاثه تقريبا. ماتشين. دخل قايمه ماتشين كمان قبل ما يجي. فخلاص كده بيتبس اتحسب نادي والاهلي اتحسب نادي، قواعد الفيفا بتمنع طبعا ان هو يرتدي تيشيرت اكتر من ناديين في موسم واحد. مظبوط كانت مظبوط. فطبعا خلاص ما بقاش فيه قدام الاهلي غير ان هو يعيد اللاعب لبيتبس اللي هو ناديه الاصلي. بيتبس طبعا حب يستغل الموقف وقال ان هم عايزين يستعيروه ببلاش. الاهلي طبعا يعني اعتبر ده يعني حاجه من لوي الذراع يعني فرفض الموضوع. قال لا الكلام بقى النهائي خلاص ودي يعني حاجه حاصل ليكي ان باقة مستمر مع الاهلي. وكابتن حسام بدري خد قرار رسمي ان باقة مستمر مع الفريق وان هو مش هيمشي. طب ده بقى معناه بقى حاجه مهمه جدا ان الصفقه العالميه اللي بنسمع عنها كل يوم بقالنا شهرين كده، الصفقه العالميه اللي جايه الاهلي، الصفقه العالميه اللي جايه الاهلي مش جايه الاهلي. لا طبعا ده الكلام من حوالي اكثر من 15 يوم او 3 اسابيع. الموضوع الصفقه العالميه ده اتقفل خالص. بس هو اتقفل لسبب ان الصفقه العالميه دي كانت لسنه زياره. لسنة زيارة ترينتي لسنة زيارة. فهو كان طبعا احنا عرفنا ان هو كان في مفاوضات كبيرة معاه من باريس سان جيرمان لحد ما انضم رسمي امبارح او اول امبارح. فكده كده الصفقة اساسا كانت يعني تعطلت من فترة كبيرة. وفي الوقت اللي كابتن حسام البدري رفض التعاقد مع عمر السومة لان هو برضه كان معروض عليه كبديل لسنة زيارة، بس هو رفض التعاقد معاه. عارفة دلوقتي ان عمر السومة مصاب اصابة طويلة. صحيح. قدامه فترة كبيرة عبال ما صحيح صحيح. بنفضل ان يتم توجيه الموضوع دوت الصفقه يستفيد منها الفتره ديت. فخلاص كده كده اساسا موضوع المهاجم الاجنبي او الصفقه العالميه ايا كان المسمى ايه الموضوع اتقفل خلاص. انتهى خالص. انتهى ببقاء باقة جوه النادي الاهلي. باقة مستمر بسبب قواعد الفيفا اللي بتمنع ان هو يقعد يلعب في نادي اكثر من ناديين في الموسم الواحد. الاهلي ما قدرش ان هو يعيره البيت مكانا. طبعا كانت يعني فيها برضه لوم كبير قوي للجهاز الفني ولجنه اكيد الصورة. اكيد. فتم يعني تفضيل في النهايه ان يتم الابقاء على باقة ومنحه فرصه ثانيه خصوصا ان هو ما خدش برضه الفرصه بتاعته. ما لعبش غير 7 مباريات بس مع النادي الاهلي. طيب. لا والسبع ماتشات اللي لعبهم بشكل بديل يعني. صحيح. مثلا صحيح. ماتش واحد او اثنين اللي ابتدى بيهم اساسا. صحيح. طيب كنا عايزين برضه نتكلم عن صفقه المدافع من بدايه الموسم ومن ساعه رحيل احمد حجازي والنادي الاهلي بيدور على مدافع. سمعنا النص او ثلاث ارباع المدافعين اللي في الدوري المصري جايين النادي الاهلي، بعد كده خدنا على منتخب سوريا كل المدافعين في منتخب سوريا خلصناهم جايين النادي الاهلي، جايين النادي الاهلي محدش جه النادي الاهلي. ايه بقى الموضوع ده هيوصل لغايه فين؟ عايز ابشرك ان النص الثاني بتاع المدافعين الثانيين هتسمعيهم اليومين الجايين. يعني مصر الاهلي فعلا زي ما انت بتقولي بيفوض مصر كلها في المدافعين، كل انديه مصر، كل مدافعين مصر تحت الميكروسكوب. الاهلي طبعا عنده ازمه كبيره جدا على مستوى الدفاع. الاهلي بس ولا احنا عندنا اصلا مشكله في الدفاع في الدوري المصري؟ لا طبعا كانت مظبوطه، احنا عندنا مشكله في دفاع مصر فعلا، مصر عندها مشكله في الدفاع، عندنا عنصر او اثنين هم يعني اللي فيهم الرمق زي ما بيقولوا. احمد حجازي، علي جبر، واغلبيتهم محترفين كمان يعني دلوقتي خلاص علي جبر كمان احترف. صحيح. الدوري المصري فقير جدا فقير جدا على مستوى المدافعين. بس كمان الازمه كبيره جدا في الاهلي، والازمه كبيره جدا في الاهلي بسبب
يعني التعاقدات بتاعت الاهلي. الاهلي بقاله فتره كبيره جدا ما بيدعمش خط الدفاع، وحتى لما دعمه بعبد الله الشامي اللي هو المدافع السوري، يمكن انا كلمت معاكي فيه اول ما جه لو تفتكري، وقلت لك ان هو برده مش الصفقه اللي هي السوبر، وان الجهاز الفني يعني دور على اي بديل بعد فشل تعاقد مع احمد الصالح في وقتها، وجابوا عبد الله الشامي. وقلت لك ساعتها ان هو يعني عبد الله الشامي يعني جلي بناء على ايه؟ يعني ومشي جه امتى ومشي امتى وراح فين، والمصري بورسعيد يعني كانت لازمتها ايه الصفقه دي؟ يعني اقول لك على حاجه، واضح جدا ان هو مستواه مش على المستوى المطلوب. صحيح ان الكابتن حسن دي ثاني المصري كل ما بيجيب صفقه بيلعبها ثاني مباراه. صحيح عبد الله الشامي الوحيد اللي ما خدش فرصه معاه لحد دلوقتي، يمكن نزل النهارده بس في ماتش الزمالك لو تاخدي بالك لعب دقيقتين برضه. فواضح ان هو عنده مشكله في يعني امكانياته، فيها مشكله كبيره. وهي كانت غلطه في الاهلي من الاول، ان هو يعني تم التسرع في التعاقد معاه، تم عرضه من احد الوكلاء وتم الاخذ الكلام ودون دراسه الموضوع بالشكل المطلوب. فيعني هي كانت غلطه، يعني هي كانت صفقه ساعات بتحصل كده ان يبقى تيجي صفقه غلط كده. طيب اخيرا عايزين نتكلم عن موضوع المدافعين، يعني في كلام كتير الفتره الجايه الاخيره، لان انت عارفه ان مؤقت وافد احمد سامي يبيعه خلاص بشكل رسمي. صحيح الاهلي يمكن ياسر ابراهيم هو اللي داخل فيه بقوه كبيره، مدافع سموحه، المفاوضات شغاله بشكل كبير معاه، ولسه الباشمهندس فرج عامر بيطلب الارقام الفلكيه اللي بنسمع عنها، 20 مليون و30 مليون وحاجات كده، في مغالاه. فهو دي بقى ده اللي عامل الاهلي ان هو خلاص بقى، زي ما انت بتقولي ان هو بيدور كل مدافعين مصر تعرضوا على الاهلي، والنص الثاني هيتعرض اليومين الجايين دول، لان طول ما انت الاهلي رافض خالص فكره المغالاه وفكره ان هو يجيب لعيب بارقام خزعبليه، خصوصا بعد تولي كابتن عبد الفقي اللي هو قال ان هو يعني تعهد. بس انا بحس ان ده حق كل نادي عنده مدافع كويس لازم خلاص، ما هو في ندره اصلا، في ندره في الدوري المصري من في وجود مدافعين، فاي اي اي رئيس نادي هيغالي طبعا في سعر اي مدافع. بصي هو الفتره الجايه كمان خلي بالك ان يعني اللي هو شهر العسل بين الاهلي والزمالك تقريبا انتهى النهارده، لكن برضه خلاص يعني فكره ان دخول الاهلي في صفقه محمد عنتر خلت اداره الزمالك يعني في نوع من الغضب كبير، فابتدى الزمالك يخش في صفقات الاهلي بشكل عام كلها حتى لو مش عايزها، ودخل فيها بشكل عام على اساس خلاص بقى هيتم المغالاه، كل نادي هيغالي على الثاني. كان هو كان فيه زي بروتوكول كده شفوي بين الناديين ان ما فيش نادي غالي على الثاني، بس خلاص لما الزمالك اعتبر دخول الاهلي في صفقه محمد عنتر ده يعني اللي هو حصل للوعد ده خلاص خلص، ان هو هيبتدي بقى يفاوضوا اللعيبه كلها بتاعت الاهلي داخل فيها. فاعتقد ان الفتره الجايه المغالاه دي هتزيد اكتر واكتر، خصوصا لما يبقى مثلا لعيب زي ياسر ابراهيم الزمالك كمان عايزه، فهتلاقي بقى الاسعار بتكتر غير لما يكون الاهلي بس عايزه. اكيد الزمالك بس عايزه. اكيد. طيب اخيرا هنتكلم عن احمد عادل عبد المنعم ومصيره في النادي الاهلي، هل هيروح لمصر المقاصه؟ طبعا احنا عرفنا ان خلاص القائمه الافريقيه انتهت اللي هيشارك فيها مصر المقاصه ان شاء الله في النسخه الجديده، فاذا احمد عادل عبد المنعم مش هيشارك مع مصر المقاصه في النسخه القادمه من دوري ابطال افريقيا. طيب هل هيفضل موجود؟ بس في الادوار المتقدمه بقى. لا مش متقدمه، بعد الدور الاولاني بس على طول، يعني الدور اللي هو الاولاني هيلعب بيه زي الاهلي كده. ما الاهلي مثلا دلوقتي ما ايدش صالح بوبع. صحيح فعلا، يعني صحيح. ايده مثلا اليومين لحد اخر الشهر يدفع 500 دولار ويلعب على طول من الدور اللي هو الثاني على طول، يعني بعد الماتشين الاولانيين بس اللي مش هيلعبهم. نفس الكلام بالنسبه لاحمد عادل. احمد عادل تقريبا يعني انهى كل اتفاقه مع المقاصه، كل الاتفاق المادي بتاعه وكل الاتفاق، واتفق معاهم ان هو هيتم اخده في افريقيا. بس اللي عطل المفاوضات احمد عادل اللي هو كان خلاص تقريبا يعني لبس الفانيلا، يعني زي ما بيقولوا اللي عطل، اللي هو جمود بقى او توتر العلاقه بين الاهلي والمقاصه. الاهلي يعتبر ان في المقاصه بيتم بمثالين معاهم، ان هو في تساهل مع الزمالك بس معاهم هم في زي يعني تعنت شويه، فابتدى الاهلي يحس بالمشكله ديت، فقالوا بقى خلاص يعني انت النهارده مش عايزين تدون احمد ثاني، طب احنا مش هنديكوا احمد عادل، طب احنا مش هنديكوا. طب هل مركز بقى حراسه المرمى في النادي الاهلي يحتمل وجود اربع حراس مرمى؟ لا احمد عادل رايح المقصه، بس هو الموضوع بس مساله وقت وتفاوض. يعني هو احمد عادل خلاص اعتبريه في المقصه، الموضوع خلصان، يعني احمد عادل انهى كل التفاوض وفي الاخر خلاص هيروح المقصه، هو متمسك ان هو يروح المقصه، يعني حتى مش هيروح نادي تاني، هو رايح المقصه في الاخر، بس هو الموضوع بس مساله وقت مش اكتر. شكرا ليك استاذ محمد العراقي الناقد الرياضي باليوم السابع.